صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2023 بتشكيل مجلس المرور وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وجاء في القرار يشكل مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً وزير المواصلات والاتصالات عضوا وزير الاشغال عضوا وزير الاسكان والتخطيط العمراني عضوا وزير التربيه والتعليم عضوا مدير عام الاداره العامه للمرور عضوا ومقررا